في تليفون معانا. الو، ايوه، ناقدنا الرياضي الجميل وصديقنا العزيز اسامه السويسي، اهلا بيك يا اسامه. اهلا بيك استاذ ابراهيم، واهلا بالبشمهندس عادل قايد، منورين الجوحه، منورين جدا جدا، ويا لها من مهمه شاقه، يا لها من يا استاذ اسامه ان انا اكون المداخله الثانيه ورا الصخره. ورا الصخره. والله الصخره الحقيقه متالق في الاستوديوهات التحليل، وانت متالق كمان في العمل الاعلامي، واحد من المصريين المشرفين في منطقه الخليج العربي الحقيقه يا اسامه. ربنا يعزك، وهكرر تاني برضو زي ما قال وائل، اسمحوا لنا على التاخير، اذا كان وائل بيني وبينكم 5 دقائق، فانا بيتي والفندق 3 كيلو متر، يعني ممكن اجي ماشي. بس انا زعلان مش عارف اشوفك يا اسامه، لا انت ولا اسلام ولا حبيب ولا والله والله، وانا كمان وكل يعني احنا عايزين ناس كتير عايزه تيجي تزوركم، وعايزه تيجي تحتفل بيكم، وعايزه تقوم بواجب الضيافه معاكم، بس للاسف لا، احنا مقدرين الحياه يا اسامه، حرمانا من الكلام ده. استاذ اسامه، يعني مش عايزين نعيش اجواء الحزن قوي، لان عايزينك تعوضنا كيف ترى الاهلي وكيف يراه المجتمع اللي انت عايش فيه خارج هذه الفقاعة التي نعيش نحن فيها. طيب عشان اهون عليكم واهون على نفسي، احكي لكم قصة صغيرة كده. اتفضل. من كام شهر كانت قطر بتنظم نهائيات دوري ابطال اسيا. لفرق الشرق ثم لفرق الغرب. وكان موجود هنا في فرق الشرق نادي فيسيل كوبي الياباني. اللي بيقودوا الاسطوره الاسبانيه اندريس انيستا. وقعد في الدوحه 3 اسابيع داخل القبعه الصحيه مع فريقه. ما عرفش يقابل صديق عمره، تشافي هرنانديز مدرب السد. انيستا ما عرفش يقابله. التليفون مش اكتر، رغم ان المسافه ما بين مقر اقامه فيسيل كوبي وبين نادي السد حاجه يعني لا تذكر. فده مهون علينا يعني، بس اللي مهون علينا لا، ده ظرف عالمي وكلنا فاهمينه يعني. كان نفسي تيجوا في اجواء ما فيهاش الفقاعه الصحيه دي، علشان تشوفوا شعبيه النادي الاهلي الكبيره جدا والرهيبه جدا اللي في الدوحه. اكتر من اللي شفناه يا اسامه، مشجع اهلاوي اكتر من اللي شفناه في المطار وفي وحوالين الفندق. وانا عارف ان انت انا عارف ان انت احد صناع هذا التنظيم في استقبال النادي الاهلي يعني. والله انا بتشرف ان انا عندي شرف رابطه مشجعي النادي الاهلي في قطر اللي برئاسها صديقي العزيز المستشار حسام ابو العيلة، ومعاه كمان مجموعه من الافاضل الاخوه الزملاء اللي كلهم في مناصب مرموقه هنا، وكلهم بيشتغلوا من خلال حبهم للنادي الاهلي. النادي الاهلي اللي علمنا ان احنا نضحي بكل ما نملك علشان خاطره. فالناس هنا بصراحه يعني مش عايز اقول لكم، بقالهم 3 شهور شغالين على الموضوع دوت، وعلشان بس الناس اللي بتعمل مقارنات، الكلام ده حصل في ظل اجراءات احترازيه شديده جدا جدا. لو ما كانش في الاجراءات الاحترازيه دي، كنت هتشوفوا لا يقل عن 20,000 في المطار، وسلسله بشريه على مدار الطريق من المطار لحد مقر الاقامه بتاعكم. كنا عايزين نعمل رقم قياسي يدخل موسوعه جينيس لاستقبال، يكون اطول استقبال لاي فريق رياضي في العالم. بس للاسف الشديد احنا كنا ملتزمين بالاجراءات الاحترازيه اللي المفروضه، واللي الناس كلها هنا ملتزمه بيها، سواء المقيمين او من الشعب القطري. عايز اقول لكم كمان خبر جميل جدا. اتفضل. علشان تعرفوا ان الاهلي دايما هو الرائد. اتفضل. نادي بايرن ميونخ عنده رابطه جماهيريه كبيره جدا في قطر. اتصلوا بيا شخصيا امبارح، سالوني عن الاجراء اللي احنا عملناه في رابطه مشجعي النادي الاهلي، علشان يعملوا نفس الاستقبال بتاعنا لفريق بايرن ميونخ لما يوصل. قالوا ان احنا بطل اوروبا، مش اقل من النادي الاهلي بطل افريقيا، عايزين كمان نشرف بايرن ميونخ ونحسس فريق بايرن ميونخ ان هو جاي وسط جمهوره. فدي حاجة جميلة. الحاجة الثانية اللي انتوا طبعا يعني محرومين ان انتوا تشوفوها، لان انتوا بتتجولوا داخل الفقاعة وما بتخرجوش غير للملعب ثم الى الفندق،
لا الحقيقه انا بروح للمهندس عدلي قطه يا اسامه. كل افراد الجاليه ومشجعي النادي الاهلي هنا ان احنا نروح، صحيح ان احنا نروح الشغل، نروح نتسوق، نمشي في الشارع، ننزل الفتره كلها اللي موجود فيها النادي الاهلي نبقى لابسين تيشيرت النادي الاهلي الاحمر. يعني انتوا عاملين حاله اهلاويه في الشارع بشكل دائم. الحمد لله، الحمد لله، والحمد لله الناس كلها شايفه رد الفعل ده. وبعدين عايز اقول لك يا باشمهندس حاجه، يعني انت عارف ان هنا في الجاليات اللي مقيمه هنا من كل الجنسيات مش العرب بس، مجرد ان هم بيشوف تيشيرت النادي الاهلي عارف النادي الاهلي، وبقول لك انتوا هتلعبوا الدحيل يوم الخميس، وعارف ان انت بطل افريقيا، وعارف ان انت بتشارك في كاس العالم للمره السادسه، وانا بحب رقم 6 بصراحه. استاذ اسامه، يعني انت قلت انك كان نفسكم تعملوا رقم قياسي وسلسله بشريه، احنا شفنا السلسله البشريه متقطعه فعلا لكن كثيفه جدا، واعتقد ان برضه ما تحقق رقم قياسي في ظل كورونا، ما اعتقدش ان هذا العدد في اجواء كورونا حصل لاي فريق قبل كده. الحمد لله ما تبقاش انه حصل قبل كده، ويمكن كانت حضراتكم شفتوا ان نفس الفريق نفس الموعد بتاع وصول النادي الاهلي كان فريق اولتن هيونداي الكوري الجنوبي. وهو احد الابطال كان فعلا اسيا، وطبعا كوريا شافوا المشهد ده موجوده هنا، ولكن الفرق واضح جدا، النادي الاهلي قيمه وفاليو وجمهوره موجود في كل مكان على كوكب الارض. الحمد لله نعمه كبيره من عند ربنا، يعني بنغمط نفسنا عليها، مش عايزين نقول نحسب. استاذ اسامه، كيف تابع الاعلام هنا اولا تاهل النادي الاهلي، ثم حضور النادي الاهلي، ثم توقعاتهم لمباراه الافتتاح؟ طيب نبدا الاول بفوز النادي الاهلي ببطوله افريقيا التاسعه. بالقضية ممكن. طيب القضية ممكن بقت حديث الملايين، والتاسعة بتوقيت بتوقيت الاهلي هي نفس الامر حديث الملايين. الحمد لله شفنا الاهتمام غير طبيعي بوصول النادي الاهلي. الاول المونديال فرحان، المونديال نفسه فرحان ان الاهلي هو اللي هيمثل القارة الافريقية، لان الاهلي قيمة كبيرة، الاهلي قيمة كبيرة بتساهم في نجاح اي بطولة قبل ما تبدا. من حيث التسويق والشعبية، الزخم الجماهيري والمتابعة وكده، كده يمتلكوا من اسم كبير وقاعدة جماهيرية عريضة. طيب ده بالنسبة للتأهل، التأهل والاهتمام بتأهل الأهلي، انه هيضيف بعد جماهيري وإعلامي وزخم كبير جدا للبطولة. ماذا عن لحظة الوصول وكيف رصدتها وسائل الإعلام؟ اولا قناه بي ان سبورت وقناه الكاس كانوا عاملين بث مباشر قبل وصول، من ساعه الطياره ما اتحركت من مصر. من ساعه الطياره ما اتحركت من مصر كان لهم تواجد بث مباشر لكل النقاط اللي حضرتك ذكرتها يا باشمهندس، وهي كانت خمس محطات، محطه عند فندق الاقامه، ومحطه عند المطار، وثلاث محطات في الطريق. كان في بث مباشر ويرد لكل الاجواء الجماهيريه اللي موجوده، وعندنا في قناه الكاس كان تم استضافه النجم المصري محمد عبد العظيم عظيمه من المانيا. وكان اضافه كبيره جدا للاستديو، ونقل الاجواء تامه بما يملكه من انتماء للنادي الاهلي ولاعب كمان اولتن هيونداي، بالاضافه الى المعلومات اللي هو بيجمعها عن كل الفرق المشاركه. الصحف القطريه يمكن كلكم تابعتوا او وصلتكم في داخل الفقاعه اهتمام غير طبيعي بالاهلي بطل افريقيا. في صفحة يوميا مخصصة في كل الملاحق سواء الشرق أو الراية أو الوطن أو لوسيل أو حتى جريدة العرب، كلهم مخصصين صفحة كاملة للنادي الأهلي. كان عنوان مثلا غلاف الراية استقبال الأبطال لطلائع المونديال، أولتن والأهلي يدخلان أجواء المونديال، الشرق قالت الأبطال في دوحة المونديال في إشارة للأهلي وأولتن وهيونداي، ونشرت كمان حوار مع الكابتن طارق دياب
نجم تونسي الكبير. انا عايز اعرف طارق ليه ان سبورت اتكلم فيها بشكل فني على المواجهه، وقال ان المواجهه الاهلي على الورق افضل ولكن الدحيل خطير، وانا متفق معاه في الكلام دوت. بالاضافه الى السوشيال ميديا، حديث السوشيال ميديا، كل الناس المهتمه بالسوشيال ميديا سواء القطريين او الخليجيين مهتمين جدا بوصول النادي الاهلي وبالاستقبال بتاعه اللي كان مفاجئ للناس كلها، لدرجه ان رئيس النادي العربي السابق، رئيس النادي العربي السابق الشيخ خليفه بن حمد بن جبر الثاني، كتب تغريده حط فيها فيديو من الاستقبال الجماهيري وهتافات الجمهور الاهلي، وقال مرحبا بزعيم قاره افريقيا في دوله قطر. طيب اسامه، الكابتن طارق دياب يعني رؤيته لمباراه الخميس زي ما حضرتك قلت انه شايف ان الاهلي بخبراته الكبيره عنده حظوظ كبيره، لكن كمان الدحيل فريق خطير زي ما انت بتقول نقلا عنه. انت بقى اسامه السويسي لو حط الفرقتين لماتش الخميس في الميزان الفني شايف الرؤيه ازاي بشكل فني شويه؟ هتفق مع الصخره وائل جمعه اتفق تماما، لان احنا متابعين الدحيل من سنوات. انا يمكن عاصرت الدحيل منذ ظهور او تاسيس نادي الدحيل ثم صعوده للدوري الممتاز اللي عمل مفاجاه طارقه الموسم اللي طلع فيه توج بطل، وخلال 10 سنين فاز بسبع بطولات دوري بالاضافه الى 8 بطولات اخرى محليه. والدحيل على فكره فريق على مستوى اسيا فريق قوي جدا، يمكن ما كانش محظوظ انه وصل للادوار النهائيه او للدور النهائي، ولكن كان بيقدم مردود كويس. هو ما خدش لقب في ابطال اسيا يا اسامه خالص مش كده؟ نعم، ما فازش بكاس ابطال اسيا خالص. لا ما سبقش ليه الفوز بكاس ابطال اسيا، لكن خرج من الدور النصف النهائي افضل نتيجه. مبدئيا كلمه الدحيل دي نسبه الى ايه؟ هنا في منطقه اسمها الدحيل ولا الكلمه معناها ايه؟ نعم، هو نادي الدحيل في منطقه الدحيل. وكان اول ما صعد او اول ما انشئ كان اسمه نادي الاخويه. الاخويا معروف، الاخويا اندمج مع نادي الجيش وبقى نادي واحد تحت مسمى الدحيل اللي هي المنطقه. تمام، يبقى هو قديم يعني، هو جديد قديم يعني. لا هو هو الدحيل اللي كانت مستضيفه بطوله العالم لكره اليد قبل كده. يعني هو نشاته يا اسامه نشاته 2009، وفي 2017 اندمج مع نادي الجيش فتحول من الاخويا والجيش الى الدحيل. مظبوط، تمام. انا بس عايزه يعني عايز اركز على نقطه، لو قارنا الدحيل بتاع الشهرين اللي فاتوا دول بعد الدعم الخطير اللي حصل له بالدحيل اللي هو بتاع السنه الماضيه او اللي قبليها، ايهم افضل؟ هو 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 انا عايز اقول بس علشان مش عايز الناس تتخض ومش عايز الناس تبالغ ومش عايز الناس تهول او تهول، هو الدحيل على مدار السنوات اللي فاتت دي فريق صاحب مستوى ثابت موجود في منصات التتويج سواء بدوري سواء كاس الامير سواء اي بطوله ليه تواجد بشكل مؤثر. الدحيل تمت اضافه ليه عنصرين مهمين جدا في الانتقالات الشتويه. المهاجم الكيني مايكل كولومبوا ده جاي من كاشيوا ريسولز الياباني وهداف الدوري الياباني ولاعب خطير جدا، بس لسه ما دخلش الاجواء مع الفريق، لعب ماتشين او ثلاثه بس، لكن هو مهاجم خطير جدا. وبيلعب على حساب مين بقى؟ بيلعب على حساب المعز علي هداف اسيا التاريخي اللي عمل نسخه غير طبيعيه مع منتخب قطر في الامارات وفاز بالبطوله وعمل رقم قياسي 9 اهداف في نسخه واحده، عدى علي ده الهداف التاريخي الايراني. لكن مصدر قوه الدحيل الخطير جدا هو علي دائي، اظن جه اظن علي دائي دلوقتي في الدحيل. لا علي دائي اعتزل، انا بكلمك علي كريم. علي كريم لسه احد الصفقات الجديده، لاعب وسط ارتكاز محترم جدا ومنظمه حديثا. لكن مصدر قوه الدحيل في الجناحين، الجناح اليمين ابنيلسون بلجيكي من الاصل البرازيلي، والجناح الشمال دودو البرازيلي الخالص، الاثنين حاجه في قمه السرعه، حاجه في قمه المهاره، التسديدات، تسجيل الاهداف، صناعه الاهداف، والخطوره بتاعتهم بتظهر امتى؟
لما بيكون الفريق مضغوط، لما الفريق في الهجمات المرتده بيتحول من الدفاع الى الهجوم، بتبقى الكرات العكسيه والكرات المرتده هي دي مصدر الخطوره، يعني لعيبه مساحات. يعني اعتقد ان خط دفاعنا بسم الله ما شاء الله في الجناحين، سواء علي معلول في الناحيه الشمال او محمد هاني او اللي هيلعب مكان هاني لا قدر الله لو ما كانش جاهز احمد رمضان بيكرم او حتى اكرم توفيق، بالاضافه الى حاجه مهمه جدا ان احنا الاثنين السيرج باكين بيعرفوا كمان يغطوا خلف ظهيري الجنب، سواء بدر بنون في الناحيه اليمين او ايمن اشرف في الناحيه الشمال، اعتقد هيبقى عليهم دور مهم جدا، بالاضافه لمحورين الارتكاز اللي انا بعتبرهم اقوى محور ارتكاز في قاره افريقيا، سواء عمرو السوليه او ديانج او حمدي فتحي. عندنا بقى بسم الله ما شاء الله الخط الهجومي بتاعنا نمسك الخشب، الله اكبر عليهم، ربنا يحفظهم، وحسين الشحات يبقى موجود مع كهربا مع طاهر مع شريف مع فواليا مع صاحب القضية ممكن محمد مجدي قفشه، هيكون لنا دور مؤثر جدا، خاصه ان خط الدفاع الحين مش بنفس قوه خط الهجوم. اذا انت ترى المباراه بقى رهن 90 دقيقه وحاله كل فريق. المباراه اراها على الورق متكافئه من وجهه نظر الشخصيه، ولكن الخطوط المتقاربه للنادي الاهلي والالتزام والانضباط التكتيكي بتاع اللعيبه وقدره وثقتنا في موسيماني على قراءه المنافس وتاهيل الفريق وتاهيل اللعيبه لاداء وادوارهم الجماعيه والفرديه، ان شاء الله هيكون النصر حليف الاهلي، وباذن الله بالروح الفانيله الحمراء دي اهم حاجه، ودي الرساله بتاعتي لكل اللعيبه، العبوا بروح الفانيله الحمراء، تحرروا من الضغوط، العبوا لامتاع الجمهور، هتلعبوا على ملعب بسم الله ما شاء الله ملعب مونديالي، انتوا سبقتوا كل المصريين وهتلعبوا في ملاعب المونديال بتاعت 2020، متعوا نفسكم، متعوا جمهوركم، اللي كان عندنا 13,000 مشجع بس هيكونوا موجودين في الملعب بناء على تعليمات الفيفا، ان شاء الله الغلبه هتكون ليهم، وباذن الله انتوا عارفين لو الملعب الساعه كامله بتاعتي 40,000 اعتقد ان لا يقل عن 35,000 اهلاوي كانوا هيبقوا موجودين. ده يعني كابتن وائل قال هذا الكلام، لكن يعني اعتقد برضه 13,000 لو الغالبيه بتاعتهم بتشجع الاهلي فبرضه هيبقوا مؤثرين في الملعب، يعني باذن الله هيشجعوا بروح الثالثه شمال، علشان كلنا متفقين ان شاء الله باذن الله ان الكلام دوت يكون لارواح ال 72 شهيد اللي راحوا في مذبحه بورسعيد، ندعو لهم بالرحمه والمغفره، واتمنى يا رب من لعيبه الاهلي ان يحطوهم قدامهم ويفكروا فيهم ارواح الشهداء ويهدولهم الاداء المشرف والميداليه اللي في المحفل العالمي الكبير اللي كل الناس بترفع القبعه لكاس العالم للانديه باستثناء بعض غير اسوياء ربنا يهديهم. طيب اسامه، التذاكر الحضور هنا، تذاكر المباريات كانت اسعارها ايه؟ تذاكر المباريات بدات من 10 ريال. من 10 ريال؟ لغايه يعني بالمصري كام؟ 200 ريال الفئه الاولى. ولكن 10 ريال يعني حوالي 50 جنيه. الامور تبقى واضحه للناس كلها. 45 جنيه. التذاكر تم بيعها عن طريق الفيفا، عن طريق الاونلاين، مش عن طريق اي حاجه تاني. وكل مشجع هياخد تذكره مش هيحصل عليها الا لما يخضع لفحص كورونا. استاذ اسامه، الاستثناء في الموضوع دوت اللي اصيب بكورونا بعد 1/10 اللي فات او اللي اخد اللقاح الجرعتين بتوع اللقاح. غير كده لازم هيخضع للفحص. استاذ اسامه، قبل ما تبقوا بس عندي رساله. ايوه ده اللي انا عايزه. قبل ما تبقوا عندي رساله، اولا تحيه ومباركه للمهندسه حنان الدين. تمام. علشان تلميذ المهندس عادل ياسين. كمان نفخر بسيدات الاهلي، اول سيده عربيه وافريقيه تحصل على دبلومه الفيفا في التحكيم الرياضي والمنازعات والعقود، ودي اول حاجه تحصل عليها تحت اشراف الفيفا، حاجه تشرف بجد. صحيح. والله انت بما انك يعني داخل يعني تذكرنا ان نشكر اصحاب الفضل، فالحقيقه لازم نشكرك ونشكر الكابتن وائل ونشكر فريق العمل اللي عايش معانا هنا مجهودات خارقه. ما انا دي
ما انا دي لو تسمح لي يا باشمهندس بعد اذن حضرتك. اتفضل. تحيه لصديقي العزيز ايهاب الخطيب، تحيه لصديقي العزيز جمال جبر، تحيه لصديقي العزيز المخرج محمد مكروري على الجهد الكبير اللي عاملينه علشان انتوا تطلعوا من الاستديو جوه الدوحه وتوصلوا للناس والملايين مش في مصر بس، في الوطن العربي كله. لو الحقيقه كل فريق العمل ده كل فريق العمل يعني العمل الحقيقه استاذ محمود عدلي رئيس استاذ محمود عدلي المدير التنفيذي لشركه طبعا لا وبعدين لايف. لازم نشكر برضو استاذ محمد عجيب صحيح والاستاذ احمد يحيى وشادي ويحيى والمهندس احمد حسن والمهندس احمد حسن فريق عمل الحقيقه متفاني. احنا قاعدين دلوقتي بنكلمك بتكنولوجي جديد جدا يتنقل واحنا قاعدين مكاننا. انا ذكرت يا باشمهندس، انا ذكرت الناس اللي انا وعلشان اوصل لكم مريت عليهم. صحيح. ايوه فاحنا بنكمل بقى بما اننا نشيد باصحاب الفضل عشان يا رب ما نكوناش نسينا حد، ونشكرك انك ذكرت يعني فكرتنا ان احنا نشكر. ونشوفك في القاهره بقى يا اسامه ان شاء الله. ان شاء الله هحاول باذن الله لما اكون معاكم الدنيا ان انا اجي اودعكم في مطار الدوحه واسلم عليكم لو الظروف سمحت ان شاء الله. لا الظروف بقى تسمح بقى نخرج بره في القهوه ده اللي بيقول كل اللي بقى. ايوه صحيح. بس يحصل يعني يا رب ايا كانت ابراهيم وعد الكلمتين. لا موجودة ان شاء الله ايا كانت النتيجة اذا عملنا اللي علينا يا استاذ ابراهيم. صحيح. ومنورين الدوحة واسمحوا لنا تاني على التقصير بسبب الفقاعة الصحية بتاعت الجيش. لا ملحوقة ونشوفك دايما على خير يا اسامة. شاكرين يا اسامة كتر خيرك. شكرا جزيلا للصديق العزيز الناقد الرياضي المتألق الحقيقة اسامة السويسي.